السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. اليوم راح نحكي من فقرة اكتشف مانشستر عن أماكن سياحية. هذا المكان صاير حد المطار، يلي بيحب الطيران وخصوصا الأولاد واللي عنده عائلات كمان بيجوا، أنه بالشكل عام بيجوا يشوفوا المنظر كيف الطيران. وهلا نحن وصلنا شباب، هون كمان بدك تجي بالسيارة عم نشوف الكار بارك. هون أسعار يعني الساعتين بخمسة باوند، من ساعتين لأربع ساعات 10 باوند، أكثر من أربع ساعات 12 باوند، والباصات 12 باوند. عم نشوف الطيارات، هلا رح نحكي شوية تفاصيل كمان عن الموقع هون. بعدها بنجي لهون بنشوف اول شيء بنشوف هلا الطياره، نشوف هاي عم تطلع طياره، هاي طياره عم تطلع لفوق. هون الموقف تبع السيارات كار بارك، ومثل ما قلنا قبل انه الساعتين بخمسة باوند والى اخره، بتعرفوا الاسعار. بتصف السياره هون، او راح اعطيكم كمان فري كار بارك بضيفه بالعنوان. هون نجي بنشوف الخريطه تبع المنتزه، هون اسمه Run Way Visitor Park، رح احط لكم عنوان اسفل الفيديو. عم نشوف هون المخطط تبع ال Run Way Park. هلا بنروح كونكورد بريطانيا، كثير منا بيعرفها بجوز، هاي شركة طيران كانت موجودة، يعني كمان عندهم محل ما يختص بالطيران، شغلات تشتريه للطيران يعني ذكرى للطيران. هذا المطار هون، وهو كمان حد يعني امازون، حدا بيشتغل بامازون، يعني مش بعيد عن امازون وكمان عن دي اتش ال، كل ما يختص بالطيران، كتب، تيشيرت، هياكل طيارات صغيره، العاب، شوفوا طيران الامارات الى اخره، تركيش، الطيران التركي، وسعرها 55 باوند. هون 70 باوند ايطاليا الى اخره. هذا المحل مختص بكل شيء ما يتعلق بالطيران، العاب، كتب، صور الى اخره. هلا بنفوت على لنشوف هيكل الطيارة، الخطوط الجوية البريطانية، فوت لجوا. ومثل ما حكينا في كمان مكان تشرب فيه تأكل فيه، هاي الشركة البريطانية هون. هيك كان الطيران البريطاني قبل، بس كأنه صغيرة يعني ما بتاخذ كتير ركاب. وعم نشوف انه شكلها بيختلف، هون مكتوب عليها British Airways، خطوط الجوية البريطانية أو الطيران البريطاني. هل هو كيف كان الجناح قبل؟ هيك الجناح تبعها كان، وهون هاي من تحت إطارات الطيارة، وهيك كان يستخدموا هذا الدرج كمان هيك. وهذا في كمان باب اكزيت هون، وهاي في كافي وراي. عم نشوف كيف التمديدات، كيف الهندسه بالطياره الى اخره. عم نشوف بالفيديو هون انه كيف بيصنعوا الطيارات، مراحل صناعه الطيارات. هون كمان طيار، ومعلومات. هون المحركات، هذا المحرك بس صغير، هاي يعني طيارة صغيرة هاي. وهون الإطارات تبع دواليب، يعني الإطارات عم نشوف الإطارات تبع الطيارة، طيارة صغيرة هاي مش كبيرة.
ان شاء الله تستمتعوا بهيك مكان. وكمان بتمنى منكم اذا في حدا عنده اي مكان كمان يضيف لنا بالتعليقات حتى نسوي مواضيع عنها، بنسوي فيديوهات عن الاماكن. كمان احلى ما في انك فيك تجيب انت شاي، تجيب شيء، فيك تروح حد عم نشوف حد السور، تقعد هنيك تشرب شاي، تجيب العيلة تبعك، يعني مكان حلو للأطفال بيشوف الطيران. بنصح الكل بيجوا لهون، عن جد مكان كتير حلو. والأحلى ما فيه كمان حاطين مدينة ألعاب الأولاد، يعني عنده عيلة بيجوا، عنده أولاد بيجوا لهون ويلعبوا، كتير منظر حلو على الطيران، بيشوف الطيران. وهاي كمان في هيكل طيارة هون، أنا بعتذر الجو هوا كتير لأنه هاي في طيارة كمان هون. هون كمان فيك انت تحط مصاري 60 بنس، يعني 60 بنس للواحد باوند، وبتشوف من هون بالناظور هذا. وعم نشوف هون الناس متجمعة هون اللي بده يجوا يصوروا الطيران، لهم هواية بالتصوير، بيجوا مثل ما عم نشوف هون بيصوروا الطيارات، كلهم عندهم كاميرات وبيصوروا الطيارات. اذا عم تشوفوا هيك هلا الطيارة ناطرين نحنا، فيك تصور انت واحلى منظر هيك. هلا شباب عم نشوف طيارتين رح يطيروا، وفي هاي الطيارة هاي يمكن رئاسية خاصة بتجي هيك لأنه صغيرة، وفي هاي كمان طيارة هون، هذيك وحدة عم تطير، عم نشوف إذا عم تشوفوا هاي الطيارة عم تطير، يلا. وهاي الطيارة اجت كمان هون عم تطير، هاي عم تطير، وهاي راحت هون. طارت الطيارة. وهاي الطيارة هون عندنا، هاي الطيارة الرئاسية والخاصة. واللي بعدها طيارة كبيرة للإمارات، وفي طيارة عم تنزل، يعني منظر كتير حلو. في طيارة عم تنزل كمان إذا عم تشوفوها، هاي عم تنزل الطيارة. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.